بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 15. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة موسى عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كتابه الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، فقال: ومن ذلك، أي من جملة ما وصف الله به نفسه في كتابه، الاستواء على العرش في سبعة مواضع، كلها جاءت بلفظ واحد: استوى على العرش. في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الآية. في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. في سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة طه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة ألف لام ميم السجدة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وفي سورة حاميم السجدة بقوله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وفي سورة الحديد في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع من كتاب الله كلها اطردت بلفظ واحد، مما يدل على أن معناها واحد. واستوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات وهو سرير ذو قوائم تحملها الملائكة، وهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم سعته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فلات، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. فالعرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم
من السماوات والأرض كلها، وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يعلم عظم هذا العرش وسعته وكيفيته إلا الله جل وعلا. ومعنى استوى على العرش أي علا عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى، هذا معنى العلو على العرش، علا على العرش، استوى على العرش معناها على فوق العرش فوق المخلوقات. والاستواء صفة فعلية من صفات الله جل وعلا، يفعلها متى شاء، فهو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء متأخرا عن خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فجاء استواءه على العرش متأخرا عن خلق السماوات والأرض، لأنه صفة فعل فعلها متى يشاء سبحانه وتعالى. بخلاف العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا فيه تقرير توحيد الربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهم لا ينكرون ذلك، فهو يخاطبهم سبحانه وتعالى بشيء يعترفون به ويقرون به، هم يعترفون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل: من رب السماوات السبع رب العرش العظيم؟ فسيقولون: لله. فهو يخاطبهم بما يعترفون به ويقرون به من أجل أن يلزمهم بتوحيده في العبادة وإفراده بالعبادة، هذا احتجاج عليهم بما يعترفون به ويقرون به. فإذا كنتم تقرون أنه ربكم وأنه رب السماوات والأرض ومن فيهن، فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا من إلزامهم بالحجة. والله جل وعلا كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية ليلزمهم به على توحيد الألوهية، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، هذه ستة أيام من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار ليوم الجمعة فضيلة على غيره من الأيام، لأنه تكامل فيه الخلق، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم. وقد هدى الله هذه الأمة لهذا اليوم واختاره لها، وأضل الله عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، والنصارى فاختاروا يوم الأحد. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى اختار لها يوم الجمعة، ولهذا حسدوا هذه الأمة على يوم الجمعة، لأنهم ضلوا عنه وهدى الله له هذه الأمة في ستة أيام. فصلها في قوله سبحانه في سورة فصلت، بقوله: ولا إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا تفصيل لما جاء في الآيات السابقة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأنه خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين، ثم إنه سبحانه وتعالى قدر أقوات الأرض وما فيها في يومين، هذه ستة أيام، هذه ستة أيام. فالأرض استغرقت أربعة أيام في خلقها وفي تقدير أقواتها وما خلق الله تعالى فيها، مع يومين في خلق السماوات والأرض، هذه ستة أيام، هذا تفصيل بعد إجمال. في ستة أيام ثم استوى أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات،
أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، وليس هو محتاجا إلى العرش، وليس العرش يقله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحمل العرش، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه إنه كان حليما غفورا. فليس هو بحاجة إلى العرش، بل العرش محتاج إليه، لأن العرش مخلوق، وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله عز وجل، فهو الذي يمسك العرش، وليس العرش يقله أو يظله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش بخلاف المخلوق، فإنه إذا استوى على السطح أو على الدابة أو على الفلك فإنه يكون محتاجاً إلى ذلك الشيء من أجل أن يحمله ويقله. أما الله جل وعلا فهو مستوى على العرش وهو غني عنه وعن غيره سبحانه وتعالى، ولهذا يخالف استواء الله على عرشه، يخالف استواء المخلوقين على الأشياء. وإن كان المعنى واحد وهو الارتفاع والعلو، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة تمام الاختلاف، فليس استواء الخالق على العرش كاستواء المخلوق على الدابة أو على السطح أو على الفلك أو غير ذلك من الأشياء التي يرتفع عليها المخلوق. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، لأن الرجل سأل عن الكيفية فقال كيف استوى. فالإمام مالك يقول معنى الاستواء معلوم لنا وهو العلو والارتفاع، والرجل لا يسأل عن هذا وإنما يسأل عن الكيفية، والكيفية مجهولة لنا كسائر صفات الرب سبحانه وتعالى، فمعناها معلوم ولكن كيفيتها مجهولة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه، قال ما أراك إلا رجل سوء، فأخرج من مجلسه. وهذا الذي قاله الإمام مالك قاعدة في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم وكيفيتها وحقيقتها مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغطي النهار بالليل بينما الكون مضيئا ومسفرا، يأتي الليل فيغطي هذا النور وهذا الضياء فيصبح الكون مظلما مغطى بالليل، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، الليل والنهار يتعاقبان، هذا يطلب هذا دائما وابدا، إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل إلى أن تقوم الساعة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى لا يتأخر ولا يتغير دائما وأبدا إلى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق لا يختل ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتأخر ولا يتقدم، كل شيء بمقدار، لأنه تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي وخلق الشمس وخلق القمر والنجوم، هذه منصوبة لأنها معطوفة على السماوات والأرض وهي منصوبة بخلق. والشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، منصوب على الحال وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة
لأنه جمع مؤنث سالم، مسخرات بأمره، بأمره سبحانه وتعالى الكوني، بأمره الكوني القدري، لأن أمر الله على نوعين: أمر كوني يأمر به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وأمر قدري وهو شرعه سبحانه وتعالى الذي يأمر به عباده، فهو أمر شرعي. والمراد هنا الأمر مسخرات بأمرها، المراد به الأمر الكوني القدري الذي لا يتخلف عنه شيء، إذا أمر به فإن المأمور يوجد في الحال ولا يتأخر ولا يتغير أبداً. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، هذه هي النتيجة. ألا له، ألا أداة استفتاح وتقرير، ألا له أي لله سبحانه وتعالى الخلق الذي هو إيجاد المعدومات، الخلق إيجاد المعدومات من عدم، والأمر الذي هو الشرع، المراد بالأمر هنا الأمر الشرعي. فالذي خلق هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ليس لغيره أمر، وإنما الرسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، والأمر أمر الله جل وعلا، الشرع شرعه. ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق وبين الأمر، لأن الأمر غير مخلوق، الأمر من كلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وكلامه ووحيه غير مخلوق، بل وصفة من صفاته، ومن ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن من أمر الله الذي أمر به عباده، فهو غير مخلوق كما تقول الجهمية قبحهم الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ قال بعض الصحابة لما تلا هذه الآية ألا له الخلق والأمر، قال: من كان له شيء فليطلبه، ما بقي شيء. إذا كان الخلق والأمر لله، ماذا بقي لغيره؟ ما بقي لغيره شيء. فليس لأحد أمر مع الله جل وعلا، كما أنه ليس لأحد خلق، فلا أحد خلق معه ولا أحد يشرع معه سبحانه وتعالى. فلا يجوز التعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا بأمره. ألا له الخلق والأمر، فمن أمر وشرع للناس شيئاً لم يشرعه الله فإنه مردود عليه وبدعة. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفاته وأفعاله جل وعلا. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مثل سياق آية الأعراف، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر، له الأمر سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف. فلا أحد يدبر مع الله جل وعلا، بل هو المنفرد بالتدبير والأمر والنهي، ليس له شريك في ذلك. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، الشفاعة هي الوساطة في تحقيق المطلوب، هي الوساطة في تحقيق المطلوب، أو هي سؤال الخير، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند المخلوقين، الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، أما الشفاعة عند المخلوقين فتكون بغير إذنه. الشفعاء يأتون ويشفعون عند الملوك وعند الوزراء وعند الكبار بدون إذنهم، ويضطر المشفوع عندهم أن يقبلوا الشفاعة. أما الله جل وعلا فإنه لا أحد يجرأ أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، من الموتى ومن الأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله جل وعلا. وفي سورة الرعد يقول سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات عن الأرض، رفع السماوات عن الأرض رفعا لا
يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، رفعا لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا، ولا يقدر بالمساحات والمسافات إلا بدليل. وقد دل الدليل على أن بين السماء الدنيا وبين الأرض 500 عام كما في الحديث. لا يجوز التخرص في الكلام بالمسافة بين السماء والأرض إلا بدليل من الله جل وعلا. ثم استوى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد هي الأساطين، هي الأساطين التي يكون عليها السقف مثل عمود المسجد وعمود البيت، فالسقف لا يقوم إلا على عمد وأساطين تمنعه من السقوط وتحمله. السماوات على عظمها رفعها الله بغير عمد، هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، من غير عمد ترونها. فظاهر الآية نفي العمد وأن السماوات قائمة على غير عمد، بل ممسوكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله يمسكها لسقطت على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقيل إن قوله تعالى بغير عمد ترونها أن هناك عمد لكن لا نراها، بغير عمد ترونها مفهوم الآية أن هناك عمد لا نراه، ولكن القول الأول أصح، وهو أن السماوات مرفوعة على غير عمد أصلا لا نراها ولا غير نراها، فيكون في قوله ترونها ليس له مفهوم مخالفة، يعني أن هناك عمد لا نراها ليس هذا المفهوم صحيحا، من غير عمد ترونها. ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات ورفعها وخلق الأرض ودحاها وبسطها استوى على العرش، فجاء استواءه على العرش، جاء استواءه على العرش متعقبا لخلقه السماوات ورفعها بغير عمد، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومعناه ارتفع على العرش وعلى على العرش ثم استوى على العرش. يدبر الأمر هل كما في سورة يونس أنه انفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة الرعد وفي سورة طه في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قل جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات لمن خلق الأرض تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن مبتدأ وعلى العرش استوى هو الخبر، على العرش جار مجرور متعلق باستوى، جار مجرور متعلق باستوى مقدم عليه، وجملة الفعل وما تعلق به خبر المبتدأ. ففي الآية إثبات استواء الله على عرشه كسائر الآيات السبع استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن أسأل به خبيرا، ثم استوى على العرش الرحمن مثل الآيات التي قبلها، استوى على العرش، الرحمن فاعل استوى، الرحمن فاعل استوى. فالآية مثل الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن أسأل به خبيرا، متفقة مع الآيات، إنما اختلف اللفظ في التقديم والتأخير فقط، والمعنى واحد لا يختلف. وفي سورة ألف لام ميم السجدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، مثل سورة مثل آية الأعراف وآية يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، السياق واحد، سياق الآية مثل سياق
آية الأعراف وآية يونس سواء، والمعنى واحد وهو علو الله جل وعلا على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وفي سورة الحديد يقول جل وعلا هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، فهو ضمير منفصل يرجع إلى الله جل وعلا، لأن أول السورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس وغيرها، في سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من البذور والأموات وغير ذلك، وما يخرج منها من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الوحي ومن المطر ومن الملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها أي في السماء من الأعمال والأقوال والملائكة والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، كل ذلك يصعد إليه سبحانه وتعالى، وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. في هذا الجمع بين استوائه على عرشه وعلوه على عرشه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما، فهو مع كونه عالياً فوق مخلوقاته ومستوياً على عرشه، فهو مع خلقه بالإحاطة والعلم والنصرة والتأييد، فهو مع علوه سبحانه وتعالى هو قريب من خلقه قرباً يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. فهذه الآيات السبع كلها تدل على استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله، ومعناه العلو والارتفاع. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك بما دلت عليه هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إلى العرش وما دونه، بل العرش وما دونه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كلهم على هذا المذهب. وإنما خالف في هذا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من الفرق الضالة، فإنهم ينفون علو الله على خلقه وينفون استواءه على عرشه، ويؤولون النصوص على غير معناها الصحيح، يصرفونها عما دلت عليه تبعا لأهوائهم وضلالهم، من ذلك الاستواء، فهم ينفون استواء الله على عرشه ويقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، استولى على العرش أي ملكه، والعرش عندهم الملك، ما عندهم عرش وإنما عندهم الملك، فالعرش عندهم هو الملك، ومعنى استوى على العرش أي ملك الملك، تملكه وقهره، هذا كلامهم. لا يؤمنون بعرش ولا يؤمنون باستواء، ويخالفون صريحة القرآن الكريم، ويفسرون استوى بمعنى سولى، هكذا يقولون. وهذا كلام باطل من عدة وجوه. أولاً، أن هذا التفسير الذي فسروا به الاستواء بالاستيلاء تفسير لم يعرف عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن القرون المفضلة، وإنما حدث هذا التفسير بعد تغير العقائد وبعد انتهاء
وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في كلام السلف تفسير الاستواء بالاستيلاء، بل إن السلف يفسرونها بأربعة معاني: استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى علا، استوى بمعنى صعد، صعد على السماء على العرش، صعد على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش، أربعة معاني. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربع، يعني للسلف لهم عبارات عليها، أي على لفظة استوى أربع، فسرونها بأربعة تفاسير. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أربع عبارات، هذا المعروف عن السلف: استوى بمعنى ارتفع على العرش، استوى بمعنى علا على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش، استوى بمعنى صعد على العرش، هذا تفسيره. وليس في تفاسيرهم استولى، ليس هذا معروفا عن السلف. بالاستقراء والتتبع لم يوجد في كلام السلف غير هذه المعاني الأربعة، ليس فيها لفظ خامس وهو استولى. هذا الوجه الأول، أن هذا غير معروف عن السلف قاطبة، وهذه تفاسيرهم ليس منها استولى، فهو تفسير محدث مردود. ثانيا، ليس في لغة العرب التي نزل بها القرآن استوى بمعنى استولى. لغة العرب أولا المأثور ليس فيه كما عرفتم في الوجه الأول. ثانيا، لغة العرب التي نزل بها القرآن لم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. وأما ما ذكروه من بيت مجهول يقول: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، والمراد ببشر بشر بن مروان بن الحكم أخو عبد الملك بن مروان، صار أميرا على العراق، فقال الشاعر: استوى بشر على العراق، بمعنى استولى على العراق، ليس معناه بشر صار فوق العراق، وإنما معناه استوى يعني استولى على العراق، تأمر عليه وصار أميرا فيه. والرد على هذا البيت أنه مجهول لا يعرف قائله، ليس هو من شعر العرب الذين يحتج بشعرهم، وإن نسبوه إلى الأخطل فإنه كذب لم يثبت حتى ولا عن الأخطل، ولو ثبت عن الأخطل فالأخطل نصراني، والنصارى عندهم تحريف لكتاب الله عز وجل، فهذا من تحريفهم، تحريف النصارى هذا، لو ثبت عن الأخطل أنه قال هذا فالأخطل نصراني، وتسرب إليه هذا الكلام من عقيدة النصارى، هذا لو ثبت أنه له. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ودليلهم في هذا بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، فيما يقال يعني هذا تضعيف لنسبته إليه، الأخطل النصراني، إذا كان نصراني نصرانيا فلا يحتج بكلامه في تفسير كتاب الله عز وجل، لأن النصارى أهل تحريف وأهل تبديل، قد حرفوا التوراة والإنجيل فلا يعجزون أن يحرفوا القرآن، فهذا البيت لا حجة فيه، وليس هو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم. الوجه الثالث في رد هذا التفسير أنه إذا فسر الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء عليه، فإن الله جل وعلا مالك لكل الخلق لكل الكون، فما خاصية العرش؟ إذا فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء فالله مستول على كل شيء، ما خاصية العرش؟ إذا لا مانع أن يقال استوى على الأرض، استوى على البحر، استوى على البشر، استوى على الدواب، استوى على الجبال، استوى على حتى على المواطن القذرة، تعالى الله عن ذلك، لأن الله مالك لكل شيء، وكل شيء فهو في ولاية الله
سبحانه وتعالى، فما خاصية العرش؟ ما له خاصية يصبح العرش وغيره سواء، تعالى الله عما يقولون. الوجه الرابع أن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة. فيقال استولى فلان على البلد، بعد ماذا؟ بعد ما غلب خصومه عليه، أليس كذلك؟ استولى ابن سعود على الرياض مثلا، بعد ما تغلب على خصومه وطردهم منه، استوى الملك الفلاني على كذا، على البلد الفلاني، استولى بمعنى أنه تغلب على البلد وقهر خصومه الذين كانوا ينازعونه إياه. والله جل وعلا ليس له منازع ولا مغالب، فكلمة استولى لا تصلح في حق الله جل وعلا، لأنه ليس له منازع ولا مغالب كما يكون للمخلوقين بعضهم مع بعض، فيقال استولى فلان على المملكة أو على البلد بمعنى أنه غلب عليها وقهر خصومه وملكها بعدهم، هذا لا يليق بحق الله جل وعلا. هذا الوجه الكم؟ الرابع. الوجه الخامس، الجهمية والمعتزلة وفسرنا استوى بمعنى استولى، فمعناه أن العرش مضى له وقت لم يستول الله عليه، ليس هو في ملك الله عز وجل، مع أن العرش مخلوق قبل السماوات بخمسين ألف سنة، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث. فإذا كان لم يستولي الله عليه بزعمكم إلا بعد خلق السماوات والأرض، فالمدة الماضية من كان العرش في ملكه؟ تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا ما لم يذكر أنه استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا كان الله لم يستوي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض، وفسرتم استوى بمعنى استولى، فالمدة الماضية من الذي استولى على العرش؟ تعالى الله عما يقولون. الحاصل أن مذهبهم باطل من كل الوجوه، والحمد لله رب العالمين. نعم. الله جل وعلا يقول ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل بالله، اسأل بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، يخبرون لأن الرسل هم أعلم الخلق بالله عز وجل، لا تسأل عن الله عز وجل جاهلا بحقه. نعم. اسأل به أي بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرونك عن الله جل وعلا وصفاته وأسمائه، فلا يجوز أن يسأل عن الله من هو جاهل. نعم. أو اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه وبغيره. المهم أنه لا يجوز أن يسأل في هذا وفي غيره إلا الخبر، حتى في الأمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا ما يليق أنك تسأل جهال في أمور الصناعات والحرف، وإنما تسأل الخبراء. فهذه قاعدة أن الخبير هو الذي يسأل، أما غير الخبير فإنه لا يسأل، ومن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل به إلا الله جل وعلا أو من أوحى الله إليهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال في حق الله إلا ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هو الخبير الذي يخبرك عن الله جل وعلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث العباس الذي رواه أبو داود في سننه أن عرش الرحمن تحمله ثمانية أوعال، والحديث مشهور بحديث الأوعال، فلو صح هذا الحديث كيف يجمع بينه وبين قول إن العرش تحمله الملائكة؟ لا مانع، لا مانع من ذلك، وأن الأوعال ملائكة، ما في من، الله على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ليس هي الأوعال اللي تعرفون،
ذكور الظبا، لا، أوعال من خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم خلقها إلا الله جل وعلا، ولا مانع أن تكون ملائكة تسمى بالأوعال. نعم. الذي رواه أبو داود في سننه، وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف عرش الرحمن أنه كالقبة، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعه. ما صحة هذا الحديث؟ وهل يوجد دليل آخر سواه؟ الحديث صحيح، نعم الحديث صحيح، والعرش على المخلوقات كالقبة لأنه محيط بها، محيط بالمخلوقات، فهو كالقبة عليها، وهو سقفها وأعلاها، وهو سقف الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه أو وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فالعرش فوق المخلوقات كالقبة محيط بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد دليل على أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض؟ الآيات يا أخي، سبحان الله، الآيات: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تقتضي الترتيب والتعقيب، أي أن الاستواء جاء متعقبا أو متأخرا عن خلق السماوات والأرض. الله، هذا من الآيات الكريمة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، العلو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، فماذا تفيد كلمة ثم؟ وإن قلنا إن الله تعالى كان ولا زال عالٍ على خلقه قبل أن يخلقهم، ولما خلق العرش الذي فوق الخلق كلهم أصبح العرش ومن تحته من الخلق في السفل، والله عالٍ من قبل ومن بعد، فهل هذا الكلام مستقيم؟ لا، الكلام هو مستقيم. العلو صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، فهو في العلو. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فالعلو أعم، العلو أعم من الاستواء، الاستواء علو خاص، فالعلو أعم، العلو أعم من الاستواء، الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص على العرش. أما العلو بمعناه العام فهو العلو على جميع المخلوقات، فالله عالٍ على خلقه ومستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذا وهذا. العلو غير الاستواء، العلو غير الاستواء، العلو أعم والاستواء أخص. العلو دائماً في حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، أما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا جاء بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فلا يزال الله عالياً، لا يزال الله عالياً فوق مخلوقاته قبل خلق السماوات والأرض وقبل كل شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو سبب تفسير الجهمية والمعتزلة للاستواء بهذا التفسير الباطل؟ لأنهم ينفون العلو، لأن الجهمية والمعتزلة ينفون العلو، ويقولون إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى، فيؤول كلامهم إلى العدم، لأن الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا هو العدم، تعالى الله عما يقولون. الموجود لا بد أن يكون إما مع الخلق وإما فوق الخلق، والله جل وعلا فوق الخلق كما أخبر بذلك، كما أخبرت بذلك رسله وأنبياؤه، وشهدت به الفطر والعقول السليمة. هذا الذي حملهم، أنهم لا يرون أن الله جل وعلا في العلو، ولا يثبتون لله الجهة، لا يثبتون أن الله في جهة، لا في جهة العلو ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت، وينزهون الله عن الجهة بزعمه، وهذا كلام باطل. فلذلك اضطروا إلى التأويل الذي تأويل النصوص التي تدل على أن الله في جهة العلو وأنه فوق مخلوقاته، لما كان يتعارض مع مذهبهم في حق الله
اضطروا إلى التأويل، ولكن تأويلهم لم يسعفهم ولم ينفعهم والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نود من فضيلتكم توضيح معنى استوى في صعد واستقر لإزالة الغموض عن كلمة صعد إليه. ما في غموض يا أخي، ما في غموض، صعودا يليق بجلاله، ما هو مثل صعودك على السطح، صعود يليق بجلاله، ارتفاع يليق بجلاله، استقرار يليق بجلاله. خل في بالك هذا الشيء، لا يخطر ببالك صعود المخلوق أو ارتفاع المخلوق أو استقرار المخلوق على المخلوق، هذا الله ينزه عنه سبحانه وتعالى، كل هذا لا يخطر ببالك لأنه لا يليق بالله جل وعلا، وإنما يليق بالمخلوقين. نعم. والعلماء ذكروا أن الاستواء في اللغة جاء على، أو في القرآن، الاستواء في القرآن جاء على نوعين، مطلق ومقيد. المطلق مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه تكامل، استوى يعني تكامل وتم. لما بلغ موسى عليه السلام أشده واستوى أي تكامل خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وتقول استوى الطعام بمعنى أنه انتهى وتكامل ونضج، صلح للأكل، هذا مطلق لم يقيد بحرف. النوع الثاني مقيد بحرف، استواء مقيد بحرف، وهو على ثلاثة أنواع، مقيد بحرف إلى، مثل قوله وذلك في موضعين من كتاب الله، الموضع الأول في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. الموضع الثاني في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ومعنى استوى في الآيتين معناه على وارتفع إلى السماء سبحانه وتعالى، على وارتفع إلى السماء. النوع الثالث استواء مقيد بعلى، وهو كما في الآيات السبع التي مرت بكم، استوى على العرش، استوى على العرش، ومعناه ارتفع واستقر على العرش، صعد على العرش، على العرش. ومثله في المخلوقين ثم استوت على الجودي، سفينة نوح استوت على الجودي، والجودي جبل، أي استقرت عليه وارتفعت عليه وعلت على الجبل. ومثل قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تستوى على ظهوره معناه تعلو على ظهور المركوبات وتستقر على ظهورها وتصعد على ظهورها وتعلو على، تعلون على ظهورها. فمعنى استوى على كذا المعاني الأربعة، صعد على ارتفع استقر. وفيه فارق بين الاستواء الذي في حق المخلوق على المخلوق واستواء الله على العرش، فارق كما عرفنا. النوع الرابع، النوع الثالث يعني، النوع الثالث من المقيد بالحرف، المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، المقيد، الاستواء المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، كما تقول استوى الماء والخشبة، سرت والطريق، أي مع الطريق، استوى الماء والخشبة أي تساوى سطح الماء وسطح الخشبة. فهذا معناه المساواة بين الماء والخشبة. سرت والطريق أي سرت مع الطريق، سيري والطريق مسرعة كما يقول ابن مالك. فهذه تسمى واو المعية. فالاستواء في كتاب الله لا يخرج، أو في كتاب الله ولغة العرب لا يخرج عن هذه، لا يخرج عن هذه المعاني الأربعة، إما مطلق وإما مقيد، والمقيد على ثلاثة أنواع، المجموع أربعة أنواع، والله تعالى أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسافة بين السماء والأرض 500 عام،
فما هو التوفيق بين هذا الحديث قوله تعالى تعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تردون؟ كمل الإشكال. الإشكال أيضا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فجاء في آية 50,000 سنة وفي آية جاء 1000 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السماء الدنيا والأرض مقدار مسافة 500 عام. أقرب ما يقال والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف السير. السير السريع يكون 500 عام، السير البطيء يكون 1000 عام، السير الذي أبطأ منه يكون 500 عام. هذا قول إن هذا يختلف، اختلاف التقدير في النصوص راجع إلى اختلاف السير، السير منه سريع ومنه بطيء. ومن العلماء من يقول أن المراد ب50,000 سنة ما بين الأرض السفلى إلى السماء السابعة، هذا 50,000 سنة، والمراد ب1000 سنة ما بين السماء، ما بين وجه الأرض، 1000 سنة ما بين وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا 500 سنة وما بينها وبين الأرض 500 سنة، المجموع كم؟ 1000 سنة، فيكون 1000 سنة يعني من وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، فالذي بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء الدنيا كم؟ 500 سنة، المجموع 1000 سنة. وأما 500 عام كما في الحديث فهذا من وجه الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا هذا 500 عام. هذا جواب أيضا. وبعض العلماء يتوقف، ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الأقوال في النونية توقف في النهاية، قال الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، كيف يكون حال العرش إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق به سبحانه؟ يا أخي أنت سألت عن الكيفية، هذا لا ندخل فيه، لا نقول كيف يكون العرش وكيفية النزول، كيف ينزل، نحن لا نقول كيف استوى ولا نقول كيف ينزل، وإنما نقول الله أعلم بذلك، والله على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله تعالى وقدر فيها أقواتها؟ هل هي أرزاق العباد في الأرض؟ نعم لا شك أرزاق المخلوقات في الأرض، أرزاق المخلوقات كلها من آدميين وغيرهم كلهم قدر الله أقواتهم في هذه الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل، هل تدل الآية على أن السماوات غير مرتفعة؟ وهل يستدل بالآية في سورة الأنبياء بقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فالتقناهما؟ فهل كانت الأرض والسماوات متطابقة؟ الله جل وعلا فصل هذا في سورة فصلت، خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الله فصل خلق السماوات وخلق الأرض بما لا يدع مجالا للشك، فالمسلم أعتقد ما دل عليه القرآن. وأما قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الله أعلم أن المراد يفسرها قوله تعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الله الأرض بالنبات، فتق الله السماء بإنزال المطر منها وفتق الأرض بإنبات النبات فيها، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. أما أن يقال أن الأرض كانت ملتصقة بالسماء ثم أو ما يقولون بالشمس، بعد يقولون الشمس إنها ملتصقة بالشمس وبسرعة دوران الشمس انكسرت وطاح منها كسره وهذه صارت الأرض، هذا كلام باطل وهذا قول على الله بلا علم، تعالى الله عما يقولون. فهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله،
ونحن نتبع ما جاء بالنصوص التي أخبر الله بها عن خلقه السماوات والأرض تفصيل ذلك، ولا نقول على الله بغير علم. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلا ندخل في هذه الأمور إلا بموجب الكتاب والسنة فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ: أيهما أسبق في الخلق، العرش أم الخلق؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، هل العرش أسبق أو القلم أسبق؟ يقول العلامة ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. فالصحيح أن العرش قبل خلق القلم. نعم. لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، فدل على سبق العرش وأنه كان قبل القلم وقبل الكتابة. نعم. إلى عينه عندما يتكلم عن صفة العين لله تعالى بقصد التعليم، ما جاء به الدليل لا بأس، أما ما لم يأتي دليل أن الرسول استعمل الإشارة فنحن لا نستعملها. قضية الشيخ: ما ظنكم توضيح كلمة حثيثا أكثر؟ الحثيث السريع، الحثيث هو السريع، هذا الحثيث، يعني ما هو بطيء وإنما هو سريع، تعاقب الليل والنهار سريع، ما هو بطيء. نعم. قضية الشيخ: ما رأيكم في قول أهل الكلام أن الأرض كرة والأرض هو الذي تدور حول الشمس والشمس ثابتة؟ كلام باطل، هذا كلام باطل يخالف ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأفلاك كلها بما فيها الشمس، الشمس في فلك من الأفلاك، فالأفلاك كلها بما فيها من الكواكب ومنها الشمس والقمر وغير ذلك كلها تدور حول الأرض، والأرض مركز تدور عليها الأفلاك، فالشمس فالأرض ثابتة ومستقرة، والشمس وغيرها من الكواكب تدور بأفلاكها حول الأرض، هذا هو صريح الكتاب والسنة، ومن قال بخلاف هذا فقوله باطل ومبني على تخرص لا دليل عليه. نعم. هناك رسالة تسمى الرسالة العاشية، هل هي ثابتة للشيخ الإسلام رحمه الله؟ هل توجد في المجموع الذي جمع الشيخ ابن القاسم رحمه الله؟ نعم، ثابتة أنها للشيخ، وهي صريح كلام الشيخ رحمه الله، وهي في المجموع، في مجموع ابن قاسم، وهي رسالة مشهورة عند أهل العلم، لم ينكرها أحد، يعني لم ينكر نسبتها إلى الشيخ أحد. نعم. قضية الشيخ: ما رأيكم في هذه الكلمة قوس قزح، هل هي صحيحة؟ قوس قزح المراد به اللون الذي يتكون من الرذاذ، يتكون من الرذاذ مع شعاع الشمس، شعاع الشمس إذا ضرب الرذاذ الذي يكون من المطر أو من غيره تكون خط ملون فيه خضرة وفيه حمرة وفيه بياض، هذا نتيجة اصطدام شعاع الشمس بالرذاذ، يسمون هذا قوس قزح، تسمية منا ما أعرف لها دليل، وإنما هي شائعة عند الناس، وأصلها كما ذكرت لكم التقاء شعاع الشمس مع الرذاذ. نعم. قضية الشيخ: ما حكم تركيب القائمة؟ أنا مدرس مادة القرآن. حكم إيش؟ ما حكم؟ تركيب القائمة. تركيب؟ تركيب. إيه. تركيب القائمة. لا يجوز أن المرأة تقرأ القرآن بصوتها الفاتن عند الرجل لما في ذلك من الفتنة، لا في القرآن ولا في غيره، لأن صوت المرأة خصوصاً الشابة فيه فتنة، ولم يحوجنا الله إلى هذا الشيء،
النساء تعلمها النساء، النساء تعلمها النساء، أو يعلمها محارمها من أبيها أو أخيها أو قريبها أو زوجها، محارمها يعلمونها في القرآن، أو تعلمها امرأة قارئة للقرآن، وهن كثيرات ولله الحمد قارئات القرآن الآن كثيرات. أما أنه رجل يسمع قراءات البنات فهذا منكر ولا يجوز لما فيه من الفتنة. المرأة تغض صوتها عن الرجال في التلبية إذا أحرمت بالحج، وفي الصلاة إذا ناب الإمام شيء فإنها لا تصوت. الرجل يقول سبحان الله، والمرأة تصفق بكفيها كما عرفتم، ولا تصوت لما في صوتها من الفتنة. والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الصوت فيه فتنة بلا شك، فيتجنب هذا الشيء. النساء تدرسها نساء القرآن تسمع أصواتها، أو يدرسها محارمها من الرجال. نعم. فضيلة الشيخ، في صحيح مسلم كتاب البر والصلة من حديث عائشة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. الحديث حديث إن الله رفيق ينسب إليه الرفق بعبادة، والرفق معناه الرأفة بهم وعدم المشقة عليهم، والله يرفق بهم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يشرعها لهم وأوامره ونواهيه وفي تدبيراته الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى يرفق بعباده في الأحكام وفي غيرها من التدبيرات الإلهية. الله رفيق، هذا من صفاته سبحانه وتعالى، كما أن من صفاته الرحمة. رفيق يحب الرفق من عباده ويكره العنف والشدة والقسوة لما في ذلك من المشقة على الناس. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض النسخ شرحكم خطأ ضعيف في الاستفادة من الآيات في كافة، حيث فيها ما نصه: إن هذا البحر استوى على العرش قد طردت الكتاب والسنة ولم يأتي فيه واحد. طرد هذا اللفظ الطرد بالدال، ايش اللي عندك؟ هذا طرد، ايش فيه؟ مكتوب استولى. نعم، ان لفظ استوى، استوى الطرد. نعم، اذا كانت مكتوبه استولى امسح اللام. نعم، وهو المهم الخطا يصحح، الخطا المطبعي يصحح. نعم. وهناك أشرة التسكين تتكلم بها نساء للتعليم، فهل يجوز لنا سماعها؟ لا، الأشرطة اللي فيها فتنة لا تستمعوها، لا تستمع أصوات النساء، لا من النساء مباشرة ولا من الأشرطة ما دام فيها فتنة. نعم. قضية الشيخ، كان شخصان بالكسوف، فقال الأول: إن الكسوف أو الكسوف يأتي للتخويف فقط، وقال الآخر: يأتي التخويف وذلك لكثرة ذنوبنا، فما هو القول الأصح؟ لا، لا فرق بينه، التخويف من الذنوب، بسبب الذنوب، التخويف من الله إنما يكون بسبب الذنوب. نعم، نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم عليه.